عشان نقول الأرض دي تنفع تتزرع ولا لأ، بنحتاج رأي العلم، بنحتاج رأي الخبراء المتخصصين. مش مسألة أي أرض في الصحراء وخلاص فنبتدي نزرع فيها فنضيع وقت ونصرف فلوس على الأرض، لأ، لازم متخصص، لازم العلم يقول إن الأرض دي تصلح للزراعة. طيب الأرض دي تصلح ولا لأ؟ هيكلمنا عن الموضوع ده وإيه اللي حصل لما جينا الأرض دي وكانت صحراء، كان كلها رمال، كانت كلها جبال وتحولت لهذا الشكل، كان بناء على مجموعة من الدراسات بتبدأ ببناء التربة. هيكلمنا عن كل هذا الموضوع بالتفصيل الأستاذ دكتور رأفت كمال يعقوب، أستاذ وحدة الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة. أهلا بيك يا دكتور. يا اهلا بيك يا فندم. الاستاذ دكتور مصطفى عبد العدل درويش، وهو استاذ في قسم كيمياء وطبيعه الارض بمعهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا فندم، مشرفين يا فندم. صباح الخير يا مصر. شكرا. قبل الهواء كنا بنتكلم مع حضراتكم ان احنا جينا هنا وهي صحراء. طبعا. طب نحكي بقى للناس. يعني الاول انا بشكر البرنامج ان انتوا اديتوا فرصه لاهلنا في مصر يعرفوا قد ايه حجم الانجاز اللي تم في توشكا، اللي كانوا زمان بيقولوا عليها ان هي مشروع فاشل. لا، توشكا مشروع خير، مشروع مبشر بكل حاجه. احنا كمعهد اراضي كان بيجينا التكليف من الشركه الوطنيه لاصلاح الاراضي عن طريق السيد مدير المركز، واحنا مجموعه متكامله من الخبراء بتشمل متخصصين في نظم المعلومات والاستشارة عن بعد، متخصصين في الحصر الأراضي، متخصصين في التحليلات. كل دوت بنجمع مع بعض في بوتقة واحدة ونطلع خريطة بتسمى بخريطة ملائمة التربة للزراعة، اللي بناء عليها بنقول للشركة الأرض دي جيدة للزراعة، هنا هو إزراع الأرض دي تنفع لمشاريع إنشائية، الأرض دي لا تصح خالص لأنها أراضي صخرية. في بدء الامر بيجينا الاحداثيات بتاعه الارض، بنبتدي نعمل العمل المكتبي عندنا في الوحده هناك، ونبتدي نحدد القطاعات. طبعا نظام دراسه التربه بيعتمد على التكنيك اللي انت بتستخدمه. احنا في التكنيك اللي بيستخدمه عباره عن خريطه التربه اساس بترتبط مع عدد كبير من الوحدات من القطاعات على نظام شبكي، وبناء على احنا بنستخدم حاجه اسمها جيوغرافيك انفورميشن سيستم اللي هي نظم المعلومات الجغرافيه، اللي بنربط بيها خصائص النقط اللي هي بتاعه البروفايل ديت مع الاماكن بتاعتها وخريطه الاساس، ونطلع بيها خريطه اساسيه. طبعا الشغل ده ما بيأتيش يعني بمجرد ان احنا نعمل خريطه في المكتب خلاص انتهت، لا، بنكون مجموعات حصر. مجموعات الحصر ديت بتنزل معانا الحقل هنا هوت، بنبتدي عن طريق استخدام الجي بي اس، عن طريق الجي بي اس بنقدر ان احنا نحدد المواقع اللي احنا حددناها في المكتب، وبناخد العينات بتوصل لنا في مصر هناك في المعهد، والزملاء والدكتور مصطفى هيتكلم عن انواع التحليلات اللي بناخدها. بعد كده بناخد التحليلات وبيتم عمل مراجعه شامله للوصف المورفولوجي والتحليلات والقطاع الارضي والخريطه الاساس اذا كان في تعديل فيها، بحيث ان احنا بنوصل لمتخذ القرار فين الاراضي الجيده بدقه عاليه، لان دي مشاريع قوميه بتعتمد على القدره بتاعه الارض في الانتاج ودرجه جودتها. يعني لو ان تفاوت في درجه الجوده طبعا واراضي توشكا مختلفه. أراضي توشكا مش نوع واحد من التربة، لا، أراضي مختلفة، وكل نوع من الأراضي ليه خدمة معينة وليه نظام زراعة مختلف عن الآخر. يعني الأراضي الطفلية هنا هوت ليها نظام مختلف، الأراضي الرملية ليها نظام مختلف آخر. لو أنت أديت أماكن وقلت له إن دي درجة ثالثة مثلا وطلعت في الآخر بعد ما اشتغلت أراضي صخرية، يبقى كده أنت المشروع فاشل من أوله. إنما طالما أنت حددت له الجزء ده هيبقى كويس. طيب دكتور مصطفى، ايه هي طبيعه التحليلات بحكم منصبك؟ احنا بنقدر بعد ما بنعمل الحصر التفصيلي في القطاعات التربه، وبناخد العينات بتاعتنا وبنوصف مظاهر السطح وبنوصف الطبوغرافيا والانحدار، بناخد عينات على الاعماق حسب الوصف المورفولوجي لقطاع التربه، وبتدي نعمل التحليلات الكيميائيه والطبيعيه للتربه.
بنقدر الاي سي، بنقدر البي اتش الكاتيونات والانيونات، بنقدر محتوى التربه من العناصر الكبرى الان بي كي اندروجين والفوسفور والبوتاسيوم، بنقدر محتواها من العناصر الصغرى حديد زنك منجنيز نحاس. كذلك بنقوم بتقدير الخواص الطبيعيه للتربه اللي لها اهميه كبيره ان بتحدد لي نظم الخدمه ونوع المحصول وطريقه الري. الحاجه المهمه معانا برضو ان احنا من خلال الخواص الطبيعيه بتاعتنا بنقدر ندرس او نعمل كفاءه عاليه لاستخدام الميه، ان بحيث ان انا من خلال وحده ميه معينه اقدر اتحصل على اعلى كفاءه من استخدام الميه. من خلال الدراسات بتاعتنا بنوصي بالمقارنات المائيه للمحاصيل قد ايه، نظم الخدمه ازاي، سواء نظام حارت سواء التسميد سواء نوع المحصول اللي بيتزرع. كمان من خلال تقدير الخواص الطبيعيه والكميه والتربه بنشوف انسب طرق للاستصلاح والاستزراع. الحقيقه المشروع هنا مشروع يعني يعتبر من اهم المشاريع التنمويه في مصر، بل يعتبر من يعني افضل مشروع. ولو حضرتك شفت احنا لما جينا الارض هنا 2018 كانت الارض صحراء فاضيه ما فيش اي حاجه فيها، ولكن مع المجهود الكبير واحنا كنا ما بنعمل تحليلاتنا وتعمل التقرير وبنرجع والتقرير بيجي الشركه الوطنيه على ما بنيجي للتكليف الثاني للمساحه الثانيه بنلاقي قد ايه الـ يعني التنفيذ تم قد ايه وقد ايه الكفاءه في الشغل قد ايه. المعهد عندنا اعتقد ده يخليكم من اكتر الناس فخورين باللي حصل في المطار. احنا هنا بناخد طاقه ايجابيه، يعني ريت الناس يعني كل الناس تيجي تشوف مشروع زي كده، يعني قد ايه نشوف الطاقه الايجابيه اللي الناس هتاخدها، وقد ايه نشوف احنا شغالين قد ايه واحنا وصلنا قد ايه. وبعدين ما بقاش مشروع لسه بنستصلح، لا ده المشروع زي ما حضرتك شايف مشروع شغال، مشروع منتج انتاج عالي، الدنيا متغيره هنا. فيعني ما شاء الله يعني على الشغل اللي موجود، ويعني احنا بنفتخر بالمشروع دوت. وكل ما بنيجي ننفذ منطقه جديده اما بنشوف التنفيذ في المنطقه دي ده بيدينا دافع شديد جدا ان احنا نكمل وان احنا يعني نتفانى في الشغل بتاعنا. طيب والمعهد عندنا حضرتك بيمتلك كفاءات عاليه سواء من الناس اللي موجوده، سواء من التجهيزات، من المعامل، من الوحدات اللي موجوده. المعهد بيسخر كل الخدمات بتاعته في لنجاح المشروع دوت ان شاء الله. عايز اضيف حاجه بسيطه، ان احنا تابعين لمركز بحوث زراعيه وزاره الزراعه. المركز والمعهد بيوفر لنا التدريبات الخارجيه والداخليه بما يجعل ان الناس اللي موجودين دول متخصصين في هذا المجال. بالاضافه الى انهم بيوفروا لنا كل الاجهزه الحديثه والتقنيات الحديثه اللي بتساعد على اننا نعمل خريطه التربه دقتها عاليه. من غير نظم المعلومات الجغرافيه مش هقدر اوصل معاك بالخريطه اللي قدر بيها الشركه الوطنيه انه يوصل للمجهود العظيم دوت. طبعا احنا كنا عشان عندنا بنقدر نطلع صوره مصنعيه حديثه على فترات من 15 يوم لشهر، بنقدر نبلغ الشركه الوطنيه انتوا زرعتوا كام بيفوت، انتوا عملتوا كام منطقه قد ايه. وكل مره كنا نيجي هنا زي ما قال الدكتور مصطفى كنا فخورين جدا لان دراستنا نجحت. مشروع اتولد على ايديكم. لا دراستنا نجحت ان الشركه تنجح وتقدر ان هي تبشر بالخير دوت، لان كمان كانوا الناس بيقولوا توشكا دي فاشله. لا توشكا دي ارض عظيمه ومع سنه والتانية محتاجه قرار بس. هو القرار السياسي ودعم. وانا بحترم سياده الرئيس ان هو ادى تعليمات ان لازم اي مشروع قومي يبقى مبني على دراسات فنيه شديده. فالاخر احنا لما بنيجي هنا في اي منطقه ما بندرسش دراسه استكشافيه او نصف تفصيليه، لا بندرس دراسه حصر تصنيفي تفصيلي. طبعا استخدام الحصر التصنيفي التفصيلي بيدينا القدره على انتاج خريطه ذات دقه عاليه تخدم اهداف الشركه في عمليه استصلاح الاراضي، ودي بتبقى على نظام شبكي 250 متر في 250 متر. طبعا لما بيجي الشخص اللي هو بيوصف الباحث اللي بيوصف القطاع بيمسك القطاع بيتفحت لغايه متر ونص، ونبتدي نوصف الطبقات من اختلاف اللون والمقاومه والتكوينات اللي موجوده في التربه. كل ده بناخد منه عينه الفحص. فبناخد ممكن ناخد من القطاع ثلاث عينات او عينتين او اربعه حسب الاختلاف اللي موجود في القطاع. كل العينات ديت بنقدر ناخدها ونحطها في اكياس ونبعتها مصر وبتتحلل.
بعد كده الدكتور مصطفى والمجاميع بتوع المعامل والمعامل للدراسات عندنا بيجيبوا لنا العينات ونراجع النتائج بتاعتها، بنراجع ونشوف، لان لازم الوصف المورفولوجي يبقى مطابق للوصف الكيميائي، مطابق للوصف الطبيعي. لان لو انا في اي حاجه مختلفه بدول يبقى انا في جزء في الشغل بتاعي غلط، لازم ادور عليه. لان احنا عندنا في الكمبيوتر لما بندخل البيانات، لو البيانات صح هتطلع معاك خريطه صح، بيانات فيها شيء من الخطا هيطلع الخريطه خطا. بعد ما بنربط ده كله بنبتدي نعمل كاتيجوري او تقسيم للبيانات دهيت، ان نطلع فيها درجه الملائمه اذا كانت ثالثه او رابعه او خمسه او سته او صخريه. مع بقى المعالم الموجوده بتطلع في صوره خريطه جيوغرافيك، يعني مربوطه باحداثيات تقدر تخدم الشركه، يقدر يخش الحته دي درجه ثالثه انشئ فيها بيفوتات، لا الحته دي درجه خمسه انشئ فيها قريه، بحيث ان انا استفاد من التقسيم دوت من كل الارض، من كل الارض في انشاءات وفي اراضي الزراعه بتاعتي. طيب دكتور، هل الدراسات اللي احنا بنعملها بتحدد هزرع ايه هنا؟ طبعا الدراسات بتاعتي من خلال دراسه قوام التربه، من خلال دراسه الخواص الكيميائيه للتربه والعناصر الموجوده فيها، من خلال العناصر الموجوده فيها، من خلال عمق القطاع بتاعي بيحدد لي نوع المحصول اللي هزرعه، نظام الخدمه اللي هقوم بيه، التسميد بتاعه، المقنن المائي، كل العمليات الزراعيه. كمان انا عندي هنا حضرتك اتكلمتنا عن التحديات اللي بتقابلنا هنا، اداره المياه بدقه وفعاليه عاليه، ده له اهميه بالغه في المنطقه بتاعتنا، المنطقه الجافه وشبه الجافه الموجوده عندنا، في ظل التغيرات المناخيه وفي ظل الطلب الشديد على المياه. فاحنا من خلال دراساتنا الدقيقه للخواص الطبيعيه والكيميائيه للتربه بنحدد كميات المياه قد ايه اللي هنضيفها، بنحاول نزود كفاءه استخدام الميه قد ايه، بحاول اقدر استفيد من كل قطره ميه موجوده في الجزء المطلوب، بحيث اقدر الزياده اقدر استصلح بها منطقه جديده. وبعدين احنا هنا برضو ان الشركه يعني احنا اللي احنا شايفينه ما بنرجع ونشوف شغلهم ما شاء الله، يعني الامكانيات عندهم ممتازه، يعني الشغل على مستوى عالي، كل حاجه موجوده، يعني كانك زي الحاجات اللي بشوفها في اي دوله متقدمه كتير. فيعني ده حضرتك كده يعني نقله كبيره قوي، ويا ريت حتى كل قطاعات الزراعه الموجوده في الدوله تقدر تستفيد من الخبره اللي بقت متوفره هنا في توشكا ان شاء الله. نظام كلنا ماشيين عليه، سيستم نظام. هو نظام والارتباط يعني هو المؤدي في النهايه يعني لنجاح المنظومه بشكل ده. شوف يعني من احنا من ارتباطنا، احنا بنشتغل في توشكا من زمان، ولكن في الفتره الاخيره من بعد 2017 احنا بقول توشكا دي بنتنا مش بيتنا كمان. فبنخاف عليها وكل حاجه يعني. فاحنا هنا يعني كل ما بتيجي ده بيديك حماس اكتر، ده بيديك دقه اكتر، دايما نبقى ابديت بالجديد عشان لو في اي حاجه جديده نتكلم فيها نضيفها. صحيح. بحيث احنا نزود في نجاح المشروع، لان احنا شايفين المجهود اللي بيبذل، شايف الناس مجهود وشغل، والدوله قد ايه عامله مشروع كبير، فلازم كلنا بنساهم في الشغل الموجود ده فيه. عظيم. وربنا يبارك ان شاء الله. يا رب يا رب. طيب دكتور، هو كمان عايز اضيف حته. اتفضل فهم. انا لمست هنا الناس اللي شغالين في الارض ديت على الرغم من درجه الحراره العاليه عندهم محبه شديده جدا للارض، وعندهم محبه شديده للمكان ده، وهو ده اللي ساعدهم ان هم يتحدوا الصعاب بتاع الجو والاراضي الصحراويه والعيشه الصعبه هنا، هوت ان هم ينتجوا ويطلعوا الشكل اللي انت حضرتك شايفه. كمان ايمانهم بالناحيه العلميه، فهم اي حاجه بنقولها، اي حاجه بيرجعوا بيسالوا بيستفيدوا بتصرفوا يعني يعني بتقنيات ممتازه جدا جدا يعني. ده عظيم جدا. طيب انا عندي مقارنه دكتور هي غير عادله، انا بقول لحضرتك ان هي غير عادله. هل المحصول اللي طالع من الارض اللي بيتم استصلاحها بيقترب من المحصول اللي بيزرع في اراضي زراعيه بتزرع بقى لها مئات السنين؟ بيقترب، انا مش هقول نفسه بصراحه لانه لا يعني هو مش نفسه. ولكن في بعض الاراضي هنا في توشكا بدايه يعني في الزرعه الاولى جابت بعض انتاجيه قد تكون لاراضي مزروعه في اراضي جديده، يعني انتاج زراعي. حيوان سوري انتاج قمح في اراضي مزروعه بقى لها 15 سنه. ده انجاز. فده انجاز، لان هنا ماشيين بنظام، يعني اقول لحضرتك نظام علمي صحيح. حتى في زراعه النخيل يعني مش هتكلم عليها بس انا عجبتني اني لما ازرع النخيل بالتوتال ستيشن، توتال ستيشن ده جهاز بيحدد الاكس والواي بتاع النخله. لو وقفت عند حضرتك وانت خارج شوف اقف في اي صف
لو حركت عينك في كل صف من دوت هتلاقي عسكري واقف عسكري ما تشوفش اللي وراه ما تشوفش اللي وراه. ده انا راجع ان هم بعتوا ناس اخدوا خبرات من بره شافوا الناس بيزرعوا ازاي اتعلموا الخبرات الصح جم نفذوا هنا نجحوا. والجوده والجوده يعني عاليه. احنا اتكلمنا عن الانتاجيه بالنسبه للجوده. الجوده هنا انا بقول ان هي عاليه الحقيقه. انا دوت البلح احنا لسه ما قلناهوش بصراحه بقى. الحقيقه حضرتك في القمح هنا على السؤال بتاع حضرتك دوت انا نفسي لما حبيت اعمل مقارنه شبه بسيطه على بعض الخصائص المحصوليه زي التفريع القاعدي طول النبات طول السنبله عدد السنابل في المتر المربع اكاد اقول لحضرتك هي اللي بتقارب في اغلب الفوتات 90% من المحصول الاعظم او يعني مش تحيز احنا بنقول الكلام نتحاسب عليه يعني كلام موجود قدام حضرتك يتشاف يعني فباللي احنا شايفينه لا يعني عمليه مبشره جدا وبيشوف بعينينا جميع الامكانيات متوفره يعني احنا بنعدي وبنشوف الاسمده اللي موجوده البوفتات شكلها ايه الشغل عامل ايه لا يعني بصراحه يعني حاجه عظيمه يعني يا كده حضرتك لو استمرينا لا هنعدي كتير القمح ده امن قومي واللي احنا شايفينه يعني بقول لحضرتك يعني مش احنا دي بلدنا والمنقول حقيقه احنا بتوع علم ما بنقولش على حقيقه مظبوط ما بنجملش وعشان كده بيتم الاستعانه بيه ما بنجملش والحقيقه يعني احنا برضه نقول ان المعهد الاراضي بكل يعني تخصصاته مساهم وخاصه طبعا وحده الشعر عن بعد ومعامل التحليل والاقسام الموجوده وحده التحليل والدراسات في ان احنا يعني بنحاول نوصل لاعلى يعني اعلى كفاءه واعلى شغل بحيث ان الخريطه خريطه الاستخدام اللي طالعه بتكون على مستوى عالي جدا وحضرتك شايف. طب هل بنراعي التغيرات المناخيه؟ طبعا هو هنراعي التغيرات المناخيه هي طبعا المشروع لسه جديد هنراعي التغيرات المناخيه ان انا ممكن اقدر اشوف ميعاد اغير في ميعاد الزراعه طبعا التغيرات المناخيه اللي موجوده اغير في بعض نظم الخدمه سواء الري سواء التسميد حسب الايه الظروف اللي موجوده يعني يعني حاطين في دماغنا الجزئيه ان شاء الله. عظيم. هو بس في اقتراح صغير ان انا يعني ده اقتراح للشركه لو تنظم رحلات لبعض الناس مدارس جامعات ويجوا يشوفوا هنا المجهود المعمول في ارض توشكا لان مزبوط. انا فخور جدا بالارض دي الناس تيجي تشوف عشان حضرتك تيجي تشوف عشان تحكم وتحكي للناس حضرتك إيه كليات الزراعه بتعمل تدريب صيفي للطلبه في سنه ثالثه وبييجوا وبيروح اماكن وكلام زي كده يعني احنا بنقترح ان الشركه لو الناس دي جت هنا اتدربت وشافت الشغل وشافت الدنيا ماشيه ازاي قد ايه هتاخد خبره قد ايه هترجع دي حاجه كويسه جميع قطاعات الدوله الاعلام لازم ياخد دور ويشوف المجهود المبذول هنا قد ايه والنتيجه اللي احنا وصلنا لها انا مش بتكلم على انا بتكلم على نتيجه موجوده حقيقه موجوده محصول. حقيقة موجودة على الأرض. محصول عندك إنتاج. محصول جنيته السنة اللي فاتت. حقيقة موجودة على الأرض. بيزيد. وكل سنة هيزيد عن كده. مع استمرار الخدمة واستمرار. زيادة مدة الزراعة. الأرض تتحسن أكتر وأكتر وأكتر. بس إحنا لسه شغالين لأن في توسع. لا طبعا. مستمرين. ولسه الخط الرابع اللي بيتفحت بتاع الترعة بيكمل. يعني الدنيا مختلفة. لسه في هنا هوت المنطقة الأولى اللي هي فرع 4 اللي الجيش جه وفجر الحائط الصخري. الحائط الصخري. الارض دي انا كراجل بتاع حصر بقول دي تفاحه توشكا. يعني ايه تفاحه توشكا؟ ارض منبسطه هتسيء عدد كبير من البوفيتات اللي هتطلع لك انتاجيه عاليه جدا لانها ارض حمراء ارض قطاع عميق قطاع عميق خواص طبيعيه هايله وكل حاجه خواص كيميائيه ملوحه منخفضه فان شاء الله دي هتكون دي يعني نقله جديده ان شاء الله باذن الله بنشكركم وبنشكر مجهودكم كمان اللي بذلتوه وفرحانين لفرحتكم لان انتوا جيتوا هنا وهي صحراء ودلوقتي شايفين انجاز فما بين ان هي بيتنا وما بين ان هي بنتنا واحنا هنا بندرس بنكمل دراسات مستمره في مناطق احنا يعني هنا موجودين بالصدفه ان احنا بنكمل دراسات يعني ما جيناش ربنا معاكم لازم نشوف بيتنا بقى ان شاء الله كل التوفيق ربنا معاكم بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا استاذ دكتور رأفت كمال يعقوب استاذ وحده الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه بمعهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه شكرا جزيلا ليك يا فندم الله يخليك يا فندم كمان بنشكر استاذ دكتور مصطفى عبد العادل درويش واستاذ في قسم كيمياء وطبيعه الاراضي بمعهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه شكرا جزيلا شرفتونا في صباح الخير يا مصر شكرا لحضراتكم